عقد مجلس النواب جلسته اليوم برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينر رئيسة مجلس النواب، حيث وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتمت حالته إلى مجلس الشورى. بعدها وافق المجلس أيضا على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا، وتمت حالته إلى مجلس الشورى. كما حال المجلس اقتراحات برغبة بشأن تثبيت موظفي العقود المؤقتة في الوزارات والهيئات الحكومية خلال سنة، وإلزام مالكي البيوت الجديدة بوضع أجهزة إطفاء الحريق وكاشف الدخان والغاز في بيوتهم، وإنشاء مراكز ومعاهد تأهيل ودور إيواء للحالات الضرورية في جميع محافظات المملكة. وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحات، وتمت إحالتهم إلى الحكومة.